الموضوع اللي هتشتغل فيه وهنجمع فيه المرة دي هو اقتصاد التوطن الصناعي. مطلوب منك في الجزء ده هتجمعوا على نقطتين، ايه هو تعريف التوطن الصناعي وايه عوامل التوطن الصناعي. بتقوم فعل التوطن الصناعي على وجود مجموعة مصانع في منطقة او مدينة معينة بتوفر فيها بعض المزايا زي الطرق والنقل والمواصلات والخدمات ودرجة كثافة سكانية معينة. عوامل التوطن الصناعي زي الطاقة، عندي هنا في صناعات بتحتاج لطاقة بكميات كبيرة زي صناعات المعدنية والصناعات الكيميائية، وعندي صناعات بتحتاج إلى طاقة بكميات قليلة زي الصناعات الغذائية. بالنسبة للقوى العاملة، عندي هنا بتتوفر مهارات خاصة في دولة أو في إقليم معين، ده بيكون سبب من أسباب إن في توطن بيحصل لبعض الصناعات في دول أو مدن معينة. رأس المال، عندي هنا في صناعات بتحتاج لرأس مال عشان تأمن احتياجاتها من المواد الخام ودفع أجور العمال والموظفين، وده بنسميه رأس المال متغير. وكمان بيجيبوا آلات وبيعملوا إنشاءات ومباني لازمة للصناعة عندي، فبنطلق عليه رأس المال الثابت. إمكانية التصدير، بيفضل دايما ان عندي هنا بيكون اهداف المشروع ان هو يوجه جزء من انتاجه للتصدير، كل ما بيزيد الجزء اللي هو بيوجهه للاسواق الخارجيه ده مؤشر على نجاح المشروع. حجم السوق المحليه، ممكن ان انا اصنف الصناعات اللي بترتبط مواطنها بالاسواق على النحو اللي انا هقول دلوقتي، اللي هو صناعات منتجه للسلع قابله للكسر زي الزجاج، وصناعات منتجه للسلع كبيره الحجم وثقيله الوزن. ده الكلام ده بيتوطن بالقرب من الاسواق، او الصناعات دي بتتوطن بالقرب من الاسواق. استثمارات الهياكل الأساسية، بتلتزم عملية التصنيع والتنمية توفر الهياكل الأساسية اللي هي البنية التحتية، وده بيشمل وسائل النقل والمواصلات والطرق والكهرباء.